السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بالجزء الأول من سلسلة راح يكون شيء خرافي جدا. هاي السلسلة راح تكون عبارة عن تحويل هذا المكان اللي هو عبارة عن غرفة نوم سابقة عندي بالبيت إلى مسرح منزلي. راح نغير كل شيء في هذه الغرفة، راح نغير الجدران، السقف، الأرضية، الأثاث، مكان كله راح نعمل له سيت اب ليكون مسرح للجيمز، للافلام، نقعد انا وزوجتي، انا واهلي، بدي العب جيمز، بدي العب في ار، بدي اعمل اي شيء. راح تكون هذا الجدار بالكامل، هذه الحيطه كلها عباره عن شاشه، وراح يكون سيت اب شيء مرعب. ولكن هذا الكلام راح يكون على خطوات. فاول فيديو اللي انت قاعد تتفرج عليه حاليا راح اجهز هاي الغرفه لتكون قاعد سينما. فاللي راح اعمله هو اني راح اتخلص من اللون الابيض هذا كله من على الجدران وحتى على السقف، وراح ادهن كل هذا الكلام بطلاء لونه رمادي غامق، هذه درجة غامقة شوي، مش أسود، ما حبيت أروح مع أسود مرة واحدة، حبيت أنزل درجة واحدة لرمادي غامق بكل بساطة، لأنه البياض هذا كله، الجدران هذه وجودها وحتى السقف راح يأثر على الصورة اللي بيطلعها البروجيكتر اللي راح استعمله. بغض النظر شو كان المصدر، إن شاء الله كان بروجيكتر أبو $200 ولا أبو $20,000، لما يكون في بياض كثير في الغرفة هذا الكلام راح يخفف من تشبع اللون اللي بيكون طالع على الصورة اللي انت بتتفرج عليها، بغض النظر شو المصدر، لانه الابيض دائما بيعكس انارة، وتشتت الانارة لزيادة اللي انت ما بدك اياه راح يخفف من جمال الصورة اللي انت بتتفرج عليها. اذا عمرك دخلت على قاعة سينما انتبه، كل شيء اسود، جدران، السقف، الكراسي، كل شيء اسود باسود علشان يخفف من هذا الانعكاس. فأول خطوة هي راح أدهن كل الأمور هاي، جدران والسقف، وثاني خطوة راح نفرش هذا الكلام كله سجاد، اللي راح يعمل شغلتين مع بعض. رقم واحد لون غامق، وبالتالي أيضا راح يخفف من انعكاس الإنارة. رقم اثنين سجاد راح يساعد في الصدى اللي أنتوا سامعينه بشكل يمكن مش سامعينه كثير، ولكن هو عالي لأنه غرفة فاضية. اللي برضو راح نعمل كمان أشياء راح نعالجها، ولا راح أفرجيكم إياها خطوة بخطوة لحد ما نوصل للجزء الأخير. فراح يكون في فيديو عن البروجيكتر، وراح نستعرض البروجيكتر وإيش بقدر يسوي وكيف بيشتغل، وراح يكون في فيديو أيضا عن النظام الصوتي اللي راح استعمله في هذه الغرفة، وراح يكون في فيديو التجربة النهائية للجيمينج وللأفلام، وكيف عن جد يعني تحويل غرفة إلى مسرح منزلي، إلى سينما في البيت. فخلينا نبلش لأنه عندي شغل كثير، الجدران كلها راح تندهن دورين أسود أو رمادي. خلينا نبلش. فرقت كثير صح؟ كمية انخفاض الإنارة بالغرفة شيء صاعق، لأنه السقف كمان صار أسود مع كل الجدران الثانية، اللي هو الهدف اللي إحنا بدنا إياه، إنه نكتم انعكاس الإنارة قدر المستطاع. ظل عندي سطح واحد ألا وهو البلاط اللي راح نغطيه بسجاد داكن علشان برضو يكمل المسألة هذه، وبعدين إحنا بنركب إضاءات خفية أو مخفية بسموها لي الاستربات والإنارات الملونة، اللي سوال في أنا يعني مش غشمين عن المكتب تاعي. ولكن
السجاد راح يساعد في جزئية ثانية ألا وهي الصوت. فزي ما أنت سامع أو ممكن ما تكون سامع لأنه هذا المايك كثير منيح بأنه يخفف من الصدى اللي موجود، يعني هذا من صوت هذا المايك. لكن عشان أعطيك المسألة بشكل واقعي أكثر راح أستعمل شيء ثاني. خليني أحول إلى هذا المايك، لأن هذا المايك هو عبارة عن spatial mic، مايك بينقل الصورة بشكل استيريو لأنه مجهز بشيء يقارب ذنين البشر إلى درجة ما، مش شيء على مستوى ساينتفك كثير ولكن يؤدي الوظيفة. فلو الآن ترتدي سماعات راح تسمعني وأنا بحكي في ذانك اليمين وبعدين فجأة راح أنتقل لذانك اليسار. فأنت الآن قاعد سامع صوت غرفة مع الصدى اللي حسسني وكأني قاعد في ستاديوم لدرجة سامع قديش في صدى. هذا الشيء سيء جدا للصوت، فالسجاد راح يساعد بهاي العملية. وأيضا راح نركب ساوند بانلز اللي راح نفصلهم تفصيل، فراح أجيب ألواح خشب وأعبيهم فوم، وهذا الفوم أو هذا السفنج راح ألبسه قماش ومن ثم أعلقه على الجدران، بالذات على الجدارين اللي هون، لأنه هون راح يكون في شاشة وهناك راح نعلق البرداي فمش إشكال. لكن عندي جدارين كبار بالإضافة للسقف، السقف مش راح أسوي فيه شيء صراحة لأنه مش محرز كثير بالنسبة للساوند سيستم اللي أنا اخترته، مش شيء راح يحتاج إني أعمل ساوند بروفينج لفوق. ولكن لحد هون الأمور مية مية، فخلينا نركب البرداي ونركب السجاد ونرجع نعيد هذا الاختبار لتشوف الفرق. فكمان مرة فقط جدران غرفة فاضية، تست 1 2 3، تست 1 2 3. وبهذا الشكل بكون صار راكب عندنا سجاد، الأمر اللي بيحسن كثير من صوت هذه الغرفة. ف يمكن هذا المايك كمان مرة مش مساعد، فخلينا نجيب صاحبنا أبو الذنين اللي كمان مرة ارتدي سماعات لأني راح أحول الآن إلى هذا الميكروفون اللي بيقدر أنه يلتقط الصوت بشكل ثلاثي الأبعاد. فراح تحس لما تكون لابس سماعة وأنت قاعد تتفرج الآن أني منتقل من جهة إلى جهة في رأسك. فهذا الشيء كمان مرة مع السجاد، مع السجاد اللي راح تحس لسه في صدى لأنه في عندي جدار جدارين ثلاثة فاضيين كليا وما في أثاث. فشوي شوي لما نحط كنب ولما نحط البروجيكتر وشاشة البروجيكتر والإنارات وحنعبي الغرفة هاي، راح أخليها الجيمينج في آر وأفلام، شيء يعني انترتينمنت عن جد. فبطل في داعي لك. أوكي، فكل هذا الكلام راح يكون قادم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. فاشتغل اشتغل فاشترك وفعل الإشعارات لأنه بإذن الله تعالى راح أطخ هاي السلسلة ورا بعض حلقة ورا حلقة ورا حلقة اللي راح نعرفكم فيها على البروجيكتر، على الشاشة، على الصوت، شو راح نعمل بالغرفة، كيف راح يطلع شكلها بالآخر. جدا متحمس لأخلص هاي الغرفة لأني راح أعشعشون بعد الدوام كل يوم. فبإذن الله تعالى نراكم في الفيديو القادم. هذا كان كل شيء في فيديو، كان معكم صلاح حامد، في أمان الله.